متمردة قد تمردت علي. هم وآباؤهم عصوا علي إلى ذات هذا اليوم. وهم إن سمعوا وإن امتنعوا، لأنهم بيت متمرد، فإنهم يعلمون أن نبيا كان بينهم، وتتكلم معهم بكلام إن سمعوا وإن امتنعوا، لأنهم متمردون. فنظرت وإذا بيد ممدودة إلي، وإذا بدرج سفر فيها، آمين. نصلي. أبانا السماوي، نشكرك، نمجدك، نعظمك لأجل رسالة السماء لنا التي نتأمل فيها ونتغذى بها في هذه الفرصة. نشكرك يا رب أن هذه الرسالة المتكررة في الكتاب المقدس، وأنت ترسل أنبياءك يا سيد، إنما هي رسالة لكل شخص ترسله لمجد اسمك. قلت الكلام ده قبل كده لموسى، قلت لإرميا، وذكرته متضمنا في جميع الأنبياء. نشكرك يا رب، علمنا، علمنا من تستخدم، علمنا يا رب ما هي الوصايا التي تقولها لمن تختارهم لحمل اسمك. استجبنا يا رب، استجبنا في اسم المسيح، آمين. مجد للرب. تأملنا في الأصحاح الأول من سفر حزقيال في رؤيا حزقيال، وهذه الرؤيا زي ما رب أنعم علينا أخذناها في عدة مراحل، إلى الآن خمس مراحل، وإن شاء الله المرحلة الثالثة ربما تكون الأخيرة إن شاء الله الأسبوع الجاي في صباح الأحد، يعني وراء بعض متتالي، لكن عيد الميلاد طبعا قطع الدراسة. النهاردة تأملنا في إرسالية حزقيال، وإرسالية حزقيال هذه نجدها تتكرر عدة مرات بوضوح، وعدة مرات متضمنة في الأحداث، فهي تظهر لنا فكر الله حينما يرسل الإنسان بالضبط عايز منه إيه.
نرجو أن الرب يدينا فيها تأملات لأجل بنياننا ولأجل تدريبنا في الإرسالية. فقال لي، ده حزقيال أصحاح 2، فقال لي: يا ابن آدم قم على قدميك. ابن آدم دي مشهور بيها حزقيال، يا ابن آدم يا ابن آدم، وقيلت مرة لدانيال كمان، لكن مشهور بيها حزقيال. فقال لي: يا ابن آدم قم على قدميك فأتكلم معك. إيه كان إيه وضعه حزقيال ده بعد الرؤية اللي شافها، أو رؤية حزقيال هي الأصحاح الأول؟ كان يقول إيه: ولما رأيته، اللي هو منظر شبه مجد الرب، ولما رأيته إيه؟ خررت على وجهي وسمعت صوت متكلم. فخر على وجهه من كتر رهبة الرؤية اللي شافها، وهو تقريبا مش قادر يفهم فيها كتير، لأن كان فهم فيه حاجة ما افتكرش فهم، لكن مكمل، مش مشكلة، لازم مش لازم يفهم، لكن في رؤية معينة ربما يفهمها فيما بعد. وسمعت صوت متكلم. صوت المتكلم هذا ملوش علاقة كبيرة بالرؤية اللي شافها حزقيال. الرؤية اللي شافها حزقيال غامضة جدا، وتصل بالإنسان من الأول، من أول إيمانه بالرب إلى مقابلته مع الرب في السماء. بيتكلم عن البلور والعرش، حاجات مجيدة جدا، يعني شملت كل أعمال الله مع الإنسان المؤمن من الإيمان إلى الأكاليل في الأبدية. هنا الإرسالية بتاعته: فقال لي: يا ابن آدم قم على قدميك فأتكلم معك. أنا عندي موضوع عايز أقوله لك، بس وريتك الرؤية دي، أنا معرفش سخيل كان فاهم ولا مش فاهم، تصوري إنه مش فاهم حاجة خالص، وريتها لك عشان تدرك جلال الله. بس يعني خاصة إن كان حزقيال ما فهمش ولا حاجة من الأول، على الأقل فهم جلال الله في منظر شبه القباب أو شبه مقبب، أيوة شبه مقبب مش قباب، شبه مقبب كمنظر البلور، ده عدد 22 في أصحاح 1، وشاف العرش اللي فوق المقبب، فأدرك إن الله يتكلم معه. قم على قدميك فأتكلم معك. قام حزقيال، وبعدين حاجة صارت، حاجة يعني اختبار جديد بالنسبة لحزقيال، مفروض يقوم فالرب يتكلم، لا قبل كده حصل حاجة. ايه اللي حصل؟ فدخل في روح، فدخل في روح. طبعا روح دي كلمة متكررة بكثرة في الرؤية، الروح في الحيوانات، وروح الحيوانات في البقرات، والروح القدس الذي يسير أمر الكرازة والخدمة في العالم أجمع. فهنا قبل ما ربنا يرسل حزقيال دخل فيه روح، فدخل في روح. امتى دخل في روح؟ لما تكلم، أي لما أدرك اختيار الرب له للكلام، ولأن يكون مرسل من الله لهذه الخدمة. وهنا بنجد الكلمة والروح أساس الإرسالية. طبعا طاعة الإنسان مهمة، بس حتى لو الإنسان عصى أو مش عصى، يعني شاف نفسه مستلزم زي موسى، يعني فربنا بيروح ضار فيه لغاية لما يصدق. ما نراش في الكتاب ان في واحد ربنا ارسله وانتهت، ان ما تممش الرسالة. حتى يونان تممها، بس تممها مش بالكامل، لكن تممها وخلصت نينوى، لان يعني الرب لما يقرر حاجة بتتم لازم. فقرر يرسل يونان، كمل الموضوع بتوبة نينوى. قرر يرسل حزقيال، تم الموضوع. فدخل في روح لما تكلم معي. وطبعا كلام الرب يعني يشبع القلب بملء الروح القدس، ويشبع الكيان كله بالتلذذ بالعيشة مع القدير، والعيشة الروحية، الروح اللي اتكلم عنه كتير في أصحاح 1
هو السيد والمسيطر على كل شيء، هو الذي كتب الأناجيل، هو الذي يحرك الكرازة في العالم، هو الأقنوم الثالث من اللاهوت الذي يبكت ويخلص وينذر. فدخل في روح لما تكلم معي وأقامني على قدمي. مين الأقام على قدمي؟ ممكن الروح أقام خلاص، لقى نفسه مهيئ أنه يسمع، وأعتقد هو ده المقصود، لأن هو الصوت قال له قم على قدميك فأتكلم معك. فدخل في روح لما تكلم وأقامني على قدمي، يعني ممكن صاحب الصوت اللي هو شخص المسيح، لكن يعني زي ما ربنا يوضح لنا في الآخر احتمال الروح أو شخص المسيح، جايز في الإنجليزي بينا شوي أكتر. فأقامني على قدمي فسمعت المتكلم معي، واضح هنا بقى أن أقامني والروح القدس، وبعدين سمع صوت المتكلم معه، دخل المتكلم معه في الحديث وقال له إيه بقى؟ يا ابن آدم أنا مرسلك إلى بني إسرائيل، إلى أمة متمردة قد تمردت علي، هم وآباؤهم عصوا علي إلى ذات هذا اليوم. في إرسالية إشعياء، في إشعياء صح 6، نرى الموضوع أوضح من كده وأصعب من كده. لهم عيون تبصر لا يبصرون، لهم أذان لتسمع لا يسمعون. فأنا عايز أرسلك ليهم تقول لهم أنت قد طمست عيونكم، رسالة غريبة جدا، قد غلظ قلوبكم، قد صمت أذانكم حتى لا تسمعوا. في إشعياء 6 نقرأ الموضوع ده يعني في بالتدقيق في الكتاب المقدس، لذلك يبدو أن الرب قاسي. لا مش قاسي، ده ليه معنى تاني. في إشعياء 6 بيقول ثم سمعت صوت السيد من عدد 8 قائلا من أرسل ومن يذهب من أجلنا؟ فقلت هو أنا ذا أرسلني. فقال اذهب وقل لهذا الشعب اسمعوا سمعا ولا تفهموا وأبصر إبصارا ولا تعرفه، غلظ قلب هذا الشعب وثقل أذنيه واطمس عينيه لئلا يبصر بعينيه ويسمع بأذنيه ويفهم بقلبه ويرجع فيشفى. ايه الكلام العجيب ده؟ الكلام العجيب لأنه قد صدر القرار بهلاك أورشليم، ما فيش رجاء خلاص دلوقتي، الرجاء بعد هلاك أورشليم. وحزقيال في أيامه حصل هلاك أورشليم، فلذلك بيديله رسالة الرجاء، ودانيال برضو اداله رسالة الرجاء، لأن هم كانوا القديسين اللي بيصلوا معهم إرميا طبعا في مصر، وحزقيال عند نهر خابور، ودانيال في القصر الملكي، والفتية الثلاثة في القصر الملكي، لأن ربنا أعلن لهم عن المستقبل، وأعلن لهم حتى إشعياء أعلن له الرب عن كورش ملك فارس. لكن هنا في هذه النقطة في بداية إشعياء كان بيكلم عن خراب أورشليم، صدر القرار. فأنت كلمهم كلمهم مش هيسمعوا لك، كلمهم كلمهم لازم تكلمهم، لأن في النهاية من عدم سماعهم سأخرب البلد ثم أعدلها بعدين. برضو هذا العدل جاء في سفر إشعياء، إشعياء بيتكلم من قبل خراب أورشليم، نبواته بتشمل إلى الملك الألفي، واسع خالص سفر إشعياء في النبوات. فقلت إلى متى أيها السيد، إمتى لغاية إمتى يكون الخراب ده كله؟ فقال إلى أن تصير مدن خاربة، لازم تخرب الأول وأنا هرجع تاني، وخرب بلا ساكن والبيوت بلا إنسان، وتخرب الأرض وتقفر ويبعد الرب الإنسان ويكثر الخراف في وسط الأرض، وإن بقي فيها عشر بعد، يعني عشر الموجودين، فيعود ويصير للخراب، يعني لازم تخرب خالص، ولكن كالبطن والبرلوطة التي وإن قطعت ساق يكون ساقه مزرعا مقدسا، عشان يعني لو عشر لازم أخلص برضه، لأن في النهاية أنا هطلع تاني بأورشليم تكون قدس للرب. ده النبوة في إشعياء. النبوة هنا المرسل إليها حزقيال يقول له أنت ما تفتكرش أنك أنت رايح
تتفسح في الخدمة بتاعتك أو رايح تخدم لناس يكرموك، لا، أنت رايح لشعب ضدي، شعب أمة متمردة تمردت علي منذ القديم، هم وأباهم طبعا بين حزقيال وشعيا أكثر 100 سنة، هم وأباهم عصوا علي إلى ذات هذا اليوم، والبنون القساة الوجوه والصلاب القلوب أنا مرسلك إليهم. فتقول له، أقول لهم يبقى فتقول لهم الرسالة هقولها لك، لسه جاية هيدي له الرسالة أن يأكلها أكل، كما هو مذكور في المزامير وجد كلامك فأكلته، رسالة أكلها حزقيال وأكثر من نبي أكلها يعني. هكذا قال السيد الرب، قال إيه الرسالة أنا حدها لك تقولها دلوقتي هتقولها، وهم إن سمعوا وإن امتنعوا، إيه ما يفرقش عندك، لا يفرق عندي ولا عندك، ما تاخدش بالك من الحكاية دي، ما تفشلش يعني إن امتنعوا، إيه المشكلة، أنا علي الشغل الباقي، لكن أنت عليك تقول، مش مطلوب منك إنك لازم تجيب نفوس، مش مطلوب، ومين اللي يقدر يجيب نفوس ولا بني آدم، أنت كل المطلوب منك تقول تتكلم بس، ليس من سلطانك ولا مطلوب منك إنك ترجع تقول أنا هو ذا 5 وزنات سلمتني، ده إلا في الآخر خالص، لكن هنا في الدنيا ما تشوفش، أنت تشوف إزاي هنا في الدنيا ما بتشوفش الثمر، وللأسف في بعض الناس تخدع نفسها وتصور ليها ثمر كتير وفي الآخر تفاجأ ولا واحد من دول عاش ولا أثمر حتى أو جاز نص ما يتخلون أو ربع، الثمر بيبان في النهاية. لما قال المثل المسيح المثل ده العبيد بتوعه قال له هو ذا 5 وزنات سلمتني هو ذا 5 وزنات أخر ربحت فوقها، قالوا إمتى الراجل ده؟ لما بيتحاسب فوق في السماء بس، لأنه شاف الحقيقة لكن مش في الأرض، إحنا بنحاول في الأرض نمجد، مش عايز أقول حاجة لكن أي تمجيد النفس، أنا كنت كله كلام فارغ، ما يعرفش الإنسان عمل إيه في الأرض، محدش يعرف، كل ده الثمر بيوصل للسماء فوق، يقول لك الرب يعد في كتابة شعوب هذا ولد هناك، مين عارف العدد ده فوق مش هنا، هنا ما يعرفش حد، يعني إن كان إنسان بيتشجع بكده ما يعرفش أقوله، لكن الحقيقة العدد الحقيقي للنفوس فوق مش في الأرض خالص. فبيقول له إن سامعوا أن امتنعوا ما تدقش، مش مشكلتك، مش مطلوب منك حاجة، فهم إن سمعوا أن امتنعوا لأنه بيت متمرد فإنهم يعلمون أن نبيا كان بينهم، كلمة كان يعني إيه، كان دي في الماضي، كان مش في الحاضر، يعني هم إمتى هيقولوا أن نبيا كان بينهم؟ لما يوصلوا لي فوق يعرفوا أنك اتكلمت بكلام الله وهم عصوه، فسيذهبوا إلى جهنم وهم عالمون أنهم العاصين، ده المطلوب منك، لو أنت سكت مش هيعرفوا الحكاية دي، وأنا أرسلتك أنت هتتحاسب، مطلوب منك أنك تذهب لتقول لهم ما اللي أنا هأكله لك ده، تقول لهم الكلام، إن سمعوا وإن امتنعوا دي مش شغلتك، لكن أنا اللي يهمني للي امتنعوا دول انهم لازم يعرفوا في الحساب الاخير في قيامه الاموات، والاموات هلكوا بدل امتنعوا، يعرفوا ان انا بعت لهم نبي وهم لم يسمعوا لذلك النبي، دي رسالتك يا حزقيال. بولس قال الكلام ده، قال انه نحن نكون رائحه موت لموت ورائحه لحياه لحياه، ايه ما نكون خلينا رائحه لحياه بس ما ينفعش، لازم يكون رائحه موت لموت، لأن الله بيرسلنا في وسط شعب متمرد وفي وسط شعب يؤمن، اللي بيؤمن ده ربنا بيعلمه، اللي بيؤمن يبقى احنا رائحة حياة لحياة، طب اللي بيؤمنش ده برضه ربنا بيعلمه، ممكن واحد ما يؤمنش وزي النفس يبان كأنه مؤمن، أنا العارف رب لك أنا العارف، يكون رائحة موت لموت، بس لازم توصل الرسالة لهذا ولذاك، وهم إن سمعوا أن امتنعوا لأنهم بيت متمرد فإنهم يعلمون أن نبيا كان بينهم، ما
بس كده يبقى حسابي انا اتظبط معاهم. انا قايل طبعا الرب، يعني حساب الرب اتظبط. انت سمعت مره اتنين تلاته عشره ميه، سمعت بفرد باتنين بتلاته بعشره ميه برضو، سمعت مصيرك الهلاك الابدي. فهو يروح ولا يستطيع ان يحاكم الله ولا يغلب ربنا، لانه يدرك انه بلا عذر هو ذاهب للهلاك لانه شعب متمرد. اما انت بقى يا ابن ادم، ده انا بقول لك على رسالتك، ما تقعدش ايه تفشل لما واحد ما يجيش. ده انا بقالي بكلمه 10 سنين، مالكش دعوه. اللي اقول لك على تكلمه كلمه، ما تكلموش ما تكلموش. يعني في ناس ما ربنا ما يرسلناش ليهم طبعا، بناء على قول المسيح لا تلقوا الخبز للكلاب. ناس ربنا شايفهم كلاب، هم خلاص حكم عليهم بالاعدام، هو عايشين كده لعله يعني يبغى ربنا يضربهم ضربه، يعمل تعاملات غير كلاميه يعني معاهم. لكن الكل اللي يهمك ان كل ما يقول لك الرب عنه تكلم به. اما انت بقى فسلوكك في الكلام، ايه سلوكك في الكلام؟ اما انت يا ابن ادم فلا تخف منهم. ودي كارثه الناس اللي هم بيطلعوا بغير إرسالية الله ويخافوا بقى، يخافوا، وبذلك عوض من أن يمجدوا الرب يخزوا الرب. ده البلد قاسية قوي، ده فيها أيمن الظواهري، بقى أنا أشهد في مجموعة بيسيطر عليها أيمن الظواهري، ما خلاص أنا هموت. لو ربنا قال لك اشهد لازم تشهد، تموت مش مشكلة انك تموت، ده تفرح انك تموت، هريحك بسرعة. الكرازة السهلة، الكرازة الديسنت بأي تعبيرات الأمريكية دي، الكرازة اللي يعني فاين، ما دي ما عمره ما المسيح كرزها ولا بولس كرزها حتى ولا بطرس كرزها. هم اللي اتقطعت رؤوسهم ليه؟ واتجلدوا ليه؟ كل الرسل تقريبا اعدموا ما عدا يوحنا غالبا، مفيش غيره. دي مش الرساله، ان الرساله تكون سهله كده ولذيذه وحلوه والواحد ما يطلعش الا لما يكون التكييف بتاع العربيه شغال. دي مش الرساله المسيحيه خالص. المسيحيه انشا الرساله ولم يكن لها اين يسند راسه. انشا الرساله واعداؤه كثيرون جدا لدرجه صلبوه من ايه؟ صلبوه انه كلامه غير مقبول عندهم اطلاقا، لدرجه انه كل اورشليم اللي هي هتفت معاه يوم الحد هتفت ضده يوم الجمعه. ايه ده؟ فهنا بيقول حزقيال الكلام ده، لا تخف منهم ومن كلامهم لا تخف، لانهم ايه؟ بيقول له كلمه غريبه، خريص وسلاء، ده كله انواع من الشوك، ده يتحرق كله. ايوه بس الشوك بيوجع. ما تخافش من الوجع. طب ممكن تتوجع يجري، ما تخافش برضه. ده ايه ده؟ زي ما خدنا النهارده في الصبح في الرؤيه اللي شافها حزقيال، ان الكنيسه مرهبه كجيش بألويه. كنيسه مرهبه كجيش بألويه. لما كنا في ايام التحفظ، اشكر ربنا الايام دي جايبه لي ذكريات لذيذه قوي. فمره اتنين من المساجين زمايلنا بدونا فسحه كده، وصلت في الاخر لساعه، تبدا بتلت ساعه توصل للاخر لساعه. فالساعه دي نقضيها ازاي؟ يعني في بعض السجون، السجن الاخير اللي طلعت منه، سمحوا انه ايه يجيبوا لنا كوره كده بقدم صغيره. فواحد مسجون بيضرب الكرة عالي عشان التاني يلاقيها براسه يضربها له كده، ما فيش لجون ولا حاجة بس هو لعب يعني. ف
الكرة دي بدل ما تيجي لراس المسجون عشان يحولها جات في راس عسكري فوقع. كله ضحك. العسكري اللي بيحرسنا وقع من كرة. منظر غريب جدا يعني. الرب بيشوف الخادم لما يقع من كرة. ايه هو دي؟ وقعت يا اخوي يعني. لا تخف منهم، دول سلاء وقريص، دول على الحريق بالنار كلام بس، ليست لهم فاعلية على أولاد الله. ما تخافش منهم، كذا مرة يكررها لا تخف في الكتاب المقدس كله، لا تخف لا تخف لا تخف للأنبياء والغيرهم، لا تخف. وأما أنت يا ابن آدم فلا تخف منهم ومن كلامهم لا تخف. دي حتتين ورا بعض بينهم كلمة ولا كلمتين. لأنهم قريص وسلاء لديك وأنت ساكن بين العقارب، ما تخافش ما تخافش. اعرف أنهم عقارب بس أنت ما تخافش من عقارب. ليه؟ لأن الرب أعطانا أن ندوس سلطان أن ندوس الحياة والعقارب. خاف من إيه؟ إن ما كانش خادم الرب يدرك حقيقة خدمته للرب ما يدخلش نفسه فيها، هيعرنا. هيعر مين؟ يعر المسيح طبعا، ويعر الخدام الباقين، ويعر الكنيسة. برضو لما كنا في السجن في اليوم الثالث الرابع، قريب قوي يعني، مش ما بعدناش، جايز الخامس مش فاكر يعني، اسبوع او اقل اكتر، وولد عيل دخل السجن، لا شاف مطرنا بتاع انبسط كده، قاعد ايه افتخر ودخل السجن. بقى دخل السجن ومرة من ليلة من الليالي وصحانا الواد على البكا بتاعه، حاجة صغيرة كده سنه 15 سنة 17 ما اعرفش، اتخانق مع الشيخ بتاع الجامع اللي قصاد بيته، فالخناقة دي جابته السجن. ما عملش حاجة يعني تساوي السجن، لكن اتخانق، الظاهر بيقول كلام بيشتم المسيح، فده شتمه تعالى السجن. ياما كان معايا الأنبا بيم، وانا في الزنزانة بتاعتي، احنا كنا زنزانة خمسة وكان الأخ ده يمكن زنزانة اتنين ولا حاجة. قال لي العيل ده يا أخي جرسنا. معاك حق صحيح، احنا جايين هنا محبوسين لأجل إن رئيس الجمهورية ضد البابا وضد طبعا المسيحيين، وخد فرصة وإيه وراح جاء لم اللي عايزهم. أنا مش تابع البابا لكن برضو لمني عادي، لها مش تابع البابا لمه. أبو جان برضو لمه، جاب شوية كاثوليك جابهم برضو. فإحنا المفروض نمثل المسيح. إيه ما نطلعوا الواد ده من السجن ده؟ إيه دي؟ يروح لأمه هناك. ماله مالنا بيعيرنا هنا ليه؟ للأسف خادم الرب الذي يخاف من خدام الشيطان هذا مفروض يراجع نفسه من جديد. بل حتى ابن الرب الذي يخاف من أبناء الهلاك، راجع نفسك من جديد. هنا الرسالة الحسقيال كل شوية لا تخاف، أنت ساكن من العقارب، أيوة أنا عارف، ما تخافش من العقارب. إيه دي؟ حاجة عجيبة جدا. وأنت ساكن بين العقارب، من كلامهم لا تخف ومن وجوههم، الشكل باله ما ترتعبش، ده كله ده فالصو، كل ده أنا مسيطر عليه. من أنا مسيطر عليه؟ مش الكنيسة دي جسدي؟ مش أنا الرأس والكنيسة جسدي والخدام دول اللي بيرعوا الكنيسة؟ أنت خاف من إيه؟ لا تخاف لأني معك، لا تتلفت لأني إلهك. رب يعطينا كأولاد لله وكخدام للرب عدم الخوف، عشان نستاهل نخدم ربنا أو نستاهل نعيش الحياة المسيحية. من كلامهم لا تخف ومن وجوههم لا ترتعب. ليه؟ لأنهم بيت متمرد، متوقع منهم يقولوا لك برافو عليك، ده انت واد ممتاز، ده وعظة ممتازة. وعظة ايه الممتازة دي؟ هم ضدك على طول. تتوقع ايه منهم؟ بيت متمرد. بولس الرسول في كراسته مين عمل له حفلة انك انت ابونا في الايمان؟ ولا حد. كان قليلين يخلصون في كل بلد، لكن نشأت كنيسة في كل بلد.
والمسيحية انتشرت في العالم كله بكرازة هذا الإنسان، هذا الرجل. الباقيين كله كانوا اليهود، هو وبرنابا كانوا الأمم، كنائس الأمم دي كلها بسبب بولس وبرنابا. وتتكلم معهم بكلامي. وظيفتك تعمل ايه؟ وظيفتك تتكلم معهم بكلامي. ايه كلامك ده؟ اللي انا هديه لك حطه بقك وهتاكله، اللي انا هقول لك عليه، السفر اللي انا هديه لك دلوقتي ده كلامي. وظيفتك تقول كلامي فقط، لا تخف ولا ترتعب، بالعكس اضحك في قلبك قول يا رب المساكين دول ايه الغلابه دول، بس يعني زي ما الرب يضحك بهم. انت بس ما ايه ما تقولهاش قدام الناس يعني، بس بينك وبين نفسك قول ايه المجانين اللي رافضين ربنا دول، رايحين فين دول؟ سيب الضحك لربنا، لكن انت ما تخافش. تخاف ايه؟ تخاف ان بيضحك عليه ربنا؟ ده انت مجنون تبقى كمان. وتتكلم معهم بكلامي ان سمعوا وان امتنعوا، مالكش دعوه لانهم متمردون. مالكش دعوه بمين؟ مالكش دعوه بالثمر. يا اخي ده انا قعدت ساعتين ثلاثه ما جابش ثمر. مالكش دعوه انت، الثمر مش انت اللي هتجيبه، الثمر بيجيبه الروح القدس. نخص في قلبه، اذا كان القلب بيتنخص ينخص. القلب ما بيتنخصش، القلب غليظ ومتمرد ويهجم عليك. مش ربنا هيخلصه ازاي؟ رب خلق الانسان حر الاراده، ما يقدرش يسلب ارادته لانه مخلوق على صوره الله. الجزء بقى الاخير في هذا في هذه الارساليه في عدد 8، وانت يا ابن ادم فاسمع ما انا مكلمك به. اسمع بقى، انا هقول لك ايه اللي تقوله، هقول لك الكلام اللي تقوله، ونفاجئ بوصية غريبة جدا بس ليها معنى كبير قوي. ايه الوصية دي؟ لا تكن متمردا. يا خبر ابيض، كالبيت المتمرد. يعني ايه اتمرد عليك ازاي يا رب؟ ده انت تشرفني انك تخاف منهم تبقى متمرد، انك تهرب من المعركة تبقى متمرد، انك تدخلها خايف تبقى متمرد. التمرد انك رسول من الله الحي الحقيقي الى الخطاء وتهرب قدامه، ده تمرد. لا تكن متمردا كالبيت المتمرد. نمرة 2، افتح فمك. لا حتى الخوف هيجيلك، افتح فمك واتكلم على طول، ثق في حماية الرب، ثق في إرادة الرب، ثق أن من ذا الذي يقول فيكون الرب لم يأمر، ثق في هذا تماما. افتح فمك على طول، افتح فمك وكل ما أنا معطيكه، وبعدين اتكلم على طول. ده قال له افتح فمك وكل. قال طب مش أنا افتح فمي وأقول أنا، لا كل اللي أنا بقوله لك تاكله عشان تقوله. شفت حماك؟ لا كل، انا هدخل الكلام جواك، مش الكلام هيكون من بره، لا الكلام هيكون جواك. وجد كلامك فاكلته جواك، اكلته يعني مش يعني لما البطن تطلع يطلع الخلاء، لا يعني اكله يبقى يملى مخي ويملى دماغي ويملى حياتي ويملى كياني ويملى علاقتي بيك يا رب، ابقى غني في كلمه الله، أبقى شبعان بكلمة الله، أبقى مرتوي بكلمة الله. كل، افتح فمك وكل ما أنا معطيك. أو مش واخده على السطح كده، واخده زي اللي بياخد رغيف ويطلع عند المدخنة بتاعت الكباب ده وياكل، ما أكلش كباب طول عمره، لا كل الكباب، كل الكلمة نفسها، كل جواك. وأنت يا ابن آدم فاسمع أنا مكلمك به، لا تكن متمردا كالبيت المتمرد، افتح فمك وكل ما أنا معطيكه. ومش ممكن واحد يشبع بالرب يا أحبائي ويعيش خايف وجبان أبدا. ممن أخاف؟
ممن أخاف وأنت معي، لا أخاف شرا. ده في العهد القديم، لأنك أنت معي. إن جزت في وادي ظل الموت ما خافش، موت ما خافش، أخاف ليه؟ لأنك أنت معي. يا سلام، في العهد القديم كم وكم مرسلين الله في العهد الجديد، قالها داود مزمور 23، كم وكم الذين استمتعوا بفرح العروسة بالعريس وبشركة العروسة والعريس وبالعز الإلهي وبالمجد الداخلي وبالتفسيرات والإعلان روح الحكمة والإعلان في معرفته، زي ما قال بولس في رسالة أفسس. إيه ده؟ إيه اللي خدناه ده؟ اللي خدناه ده يجعلنا لا نخاف شرا لأن الرب معي. وكل ما أنا معطيك فنظرت، شاف رؤية هنا بقى، وشاف اليد الممدودة، وإذا بيد ممدودة إلي، إيه اللي في الإيد؟ وإذا بدرج سفر فيها كلام. كلام، مش أول مرة يحصل الكلام ده، أول مرة أقف هنا، بس مش المرة الوحيدة، حصل بعد كده. فنشره أمامي وهو مكتوب من داخل ومن قفاه. يعني من داخل ومن قفاه، يعني حتى ما الكتابة ما كملتش تحت الجلد، وصلت للجلد الأخيرة، مليان مليان مليان. الويلات على الأمة المتمردة، والويلات على كل متمرد. يعني أنت هتاكل وتقول كلام لا يمكن أنك تشيل حاجة منه، لأنه كلام كتير قوي مطلوب تقوله. كل السفر لغاية الأفى بتاعه برضو مكتوب. وإذا بيد ممدودة إلي وإذا بدرج سفر فيها فنشره أمامي وهو مكتوب من داخل ومن قفاه. يعني مش مكشوف الكلام الأول، لازم تأكل الأول عشان تعرفه، يعني في الجلدة دي مش مكتوب فيها حاجة، الفوقانية دي بس مليان قوي الكلام، تأكله كل ما يجي لك الصوت إنك تقول، تقول الكلام اللي أنت قالته، تطلع كلام من قلبك من فكرك، لأن الكلام يملأ فكرك وقلبك، إلى المستمعين. وكتب فيه بقى إيه؟ هو عارف ربنا ما خموش، قال له هقول لك هي حكاية لذيذة أوي. لا 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 لا، لذيذة ولا مريحة، أنت هتقول إيه؟ هتقول مراثٍ ونحيب وويل. دي الرسالة بتاعتك يا حزقيال. بعد كده في الإصحاح اللي جاي، إصحاح 3، كمل له الكلام. فقال لي ابن آدم كل ما تجده، كل هذا الدرج، واذهب كلم بيت إسرائيل. كملت الكلام يعني. فعمل إيه؟ ففتحت فمي. مين اللي أكله الدرج؟ فأطعمني ذلك الدرج، هو الأكلهوني لأنه فتح فمه. في آية في العهد القديم بتقول إيه؟ افغر فاك فأملأه. تملأ بإيه يا رب؟ بكلامي، ما دمت أنت وافقت أنك تكون خدامي أو خادمي، بلاش خدامتي، أو تكون مرسلي، افتح فاك وأنا أملأه، أقول لك الرسالة. وده نفس نظام الرب لغاية دلوقتي، واللي بيكلمنا برسالة من مخه بيتعبنا ويتعب نفسه، اللي كلمنا برسالة أنه فتح فور ربنا ملاء، أهو ده الكلام المظبوط، سواء نحيب سواء ويل سواء أي ما تكون، هو ده كلام الرب. ففتحت فمي فأطعمني ذلك الدرج، وقال لي يا ابن آدم اطعم بطنك، يعني كل كويس أو اشبع، اشبع يعني اشبع اشبع اشبع، واملأ جوفك، يعني املى الكلام ده في كل جوفك، طبعا القلب وكل الكيان يمتلئ بكلام الله من هذا الدرج.
الذي أنا معطيك، يعني أقعد تتأمل فيه واكتر فيه ودخله في كيانك بحيث تمتلئ بهذا الكلام، وبيقين كامل وإقناع كامل إن قداسة الله لا تقبل شر البشر، وإن كل هذه الويلات والمراثي والنحيب إنما ستحدث، تبقى أنت كده بقى يعني الرب عجنك فيه. فأكلته فصار في فمي كالعسل حلاوة. وكلام الله زي العسل، حتى لو كان مراسي ونحيب وويلات، بس الفكرة بقى ازاي انت العسل ده ما تخافش من الناس وتطلعه، لانه مرارة بالنسبة لهم. انت بالنسبة لك عسل عشان ده احلى من العسل، ده من الرب وفي احلى من العسل، ان الرب يدي الواحد رسالة، ايه العز ده؟ لكن تطلعه حينما يأمرك الرب أن تخرجه كالعسل حلاوة. فقال لي، ناخذ لنا كم عدد كده ونختم اجتماع. فقال لي يا ابن آدم اذهب امضي إلى بيت إسرائيل وكلمهم بكلامي، لأنك غير مرسل إلى شعب غامض اللغة وثقيل اللسان، بل إلى بيت إسرائيل، لا إلى شعوب كثيرة غامرة اللغة، ما هو مخصص لبني إسرائيل بس، وثقيلة اللسان ليس تفهم كلامهم، فلو أرسلتك إلى هؤلاء لسامعوا لك، يعني الأمم أحسن من إسرائيل، لكن بيت إسرائيل لا يشاء أن يسمع. عشان كده أنا بعتك ليهم، بعتك ليهم لأن أنا في نيتي وفي قلبي إصدار وتوقيع الخراب على الهيكل، حرقه، فقول لهم لأنهم لا يشاؤون أن يسمعوا، لأن كل بيت إسرائيل صلاب الجباق قساة، يعني بيقولوا النتيجة مش هيسمعوا كلامك، بس روح قول، لازم تقول، مش هيسمعوا كلامك، لازم تقول. ها أنا ذا قد جعلت وجهك صلبا مثل وجوههم، ده حاجة في منتهى العجب، وقالها ربنا الإرمية كمان، جعلت وجهك كالصوان، بلط قوي، مش ممكن يمنع رسالة إنذار للملك، لغير الملك، للكهنة، لأي حد. ارمي يا دايما كلم الملك وكلم الرؤساء الكهنة وكلم كل الكبار قوي، ولا حاجة. ايه من على نسوس واحد عنده هناك على نسوس شغلته ايه ده؟ لكن بينذر بكلام الله لكل من يرسله الرب إليه. اجعل وجهك صلبا مثل وجوههم وجبهتك صلبا مثل جبههم، قد جعلت جبهتك كالماسي أصلا من الصوان. يبقى الأول قال له إيه؟ صلبا مثل وجوههم، جبهتك صلبة مثل وجوههم، دلوقتي بقى أنت أصلا من الصوان، فلا تخفهم ولا ترتعب من وجوههم لأنهم بيت متمرد. إرسالية حزقيال التي جهزه الرب لها بانه خلى وجهه ما يتكسفش ابدا خالص، ما دام الرساله لشخص معين لجماعه معينه لابد ان تصل. ليه؟ لان لو ما وصلتش هو حيدان، مالكش دعوه بالنتيجه، لابد ان تصل. نتيجه سيئه يعرفوا بعدين ان هم كانوا غلطانين لان نبي كان بينهم مسدهوش، نتيجه كويسه يبقى انت كسبت نفسك. وهكذا كل سفر إشعياء، حزقيال قصدي، يتكلم عن هذا. مالكش دعوة أنت بالنتيجة. بعديها في سفر حزقيال مثلا بيقول له لو أنت كلمت الشرير وهو ما رجعش عن سكته أنت أبرأت نفسك، أنت كلمته خلاص مش مسؤول، هو يهلك. لكن لو ما كلمتوش أنت تضرب طبعا، أن ربنا قال لك على حاجة ما عملتهاش. لابد أن تنفذ مشيئة الله. ومجموع كل هذا في تأملاتنا، يعني احنا في هذه الفرصة، انه نحن لسنا نكرز لعالم ديسنت، لعالم طيب، لعالم يعني يفهمنا، لعالم معقول، لا 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 لا، ده عالم وضع في الشرير. ده كان رسالتنا، انتم تنيرون تضيئون بينهم. لازم ننور، ننور بإيه؟ إننا نعيش المسيحية ونتكلم بها للناس.
لابد أن نظهر اسم المسيح في هذه الظلمة المستمرة. لا إطلاق الخوف، الخوف ده، الخوف ده الخوف له عذاب. خاف من إيه؟ والرب معايا. إذا كان بولس الرسول يقول في خدمته للرب من أجلك أن أمات كل النهار، طب أخاف من إيه إذا كان الموت ما يخوفنيش؟ مفروض، مفروض الإنسان ما يخافش. هو إيه اللي يخوف الموت؟ لما استفانوس مات لا خاف هو بترجم ولا قبل ما ترجم ولا طبعا هو في اللحظة الأخيرة، بالعكس كان في قمة السعادة، هو شايف الرب عن يمين العظمة في الأعلي. ايه ده يا ايها الرب يسوع اقبل روحي، ايه الحلاوه دي؟ هذه المسيحيه، وهذا هو رسول من يرسله الرب، هذا هو سلوكه، انه لا يخاف لان الرب معاه، لا يتلفت لان الرب الهه، لكن ياكل كلام الله ويهضمه ويعيشه لكي تكون الكلمه خارجه بغير تلجلج وبغير اضطراب ولا بغير نظر للوراء، لا تتلفت هنا وهناك خالص لأن الرب معك. وهذه هي الإرسالية الناجحة التي أرجو أن الرب يجعلنا ناكل كلمة الله ونبلغها للآخرين من المتمردين، ولإلهنا كل المجد الأبد أمين. نسمع مع بعض ترنيمة خاصة ثم نجمع التقدمة ونختم اجتماعنا. شكرا للرب. هاليلويا. قلبي حبا واصنع منه لحنا يجذب البعيد والقريب، ضع في فاه قولا واصنع منه شعرا يأسر الألباب والقلوب، ضع في عقلي علما واصنع منه نورا يعكس شعاعا من رجاء، نورك العجيب حبك السكيب حينما تجلى في الفداء، أبني يا إلهي منطق الإيمان حتى أنظر نحو الحقول فأرى الحصاد يملأ البقاع وكذا الجبال والسهول، النفوس جاعت النفوس دابت النفوس تطلب نجا، فأعني حتى أشهد بحب أنك الطريق والحياة، يا رب الحصاد أرسل للحصاد جيشا يعمل في كرمك، يترك الحياة يحمل الصليب يعلن اقتراب ملكك، هبه يا إلهي حكمة السماء وكذا برهان روحك حتى أين صار يبذر البذار يشهد عن فضل حبك. هاليلويا هاليلويا. هبت صلينا.
أمين يا رب. يا رب يا رب